السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبابي في الله. تحدثنا بالأمس عن طاقة السماح وقلنا بأنه إذا كنت فعلا مقتنع بجذب أهدافك عليك أن ترسل هذه القناعة لعقلك الباطن عن طريق السماحة وتؤكد له بأنك تسمح لهذه الأشياء أن تتجلى في حياتك طبعا عن قناعة واضحة وراسخة. أما العكس طبعا وهي طاقة المقاومة وهي التي تجعل الآن كثيرة من الناس لا يستطيعون الوصول إلى أهدافهم بكل سهولة ويسر، ذلك أن حالة الاكتئاب والسلبية التي يكون عليها بعض الأشخاص تجعل بعض البندولات الطاقية تتغذى على تلك الأحاسيس بصورة كبيرة، وبالتالي فعند محاولتك تغيير الواقع الذي أنت فيه فإنها سوف تقاوم هذا الشعور بكل قواها لأنها ببساطة قلنا بأنها تتغذى على تلك الأحاسيس وتمنعك من التغيير، كأن ترسل لك إشارات بأنك عاجز وأن الوضعية غير ملائمة وأنك لا تستطيع أو لا تملك المال أو الحظ أو غير ذلك، وكلها طبعا تقنيات تستعملها هذه البندولات لتمنعك من الوصول إلى ما تريد أو لتغير تلك البندولات من بندولات سلبية مقاومة إلى بندولات طاقية إيجابية وذات سماح كبير تسمح لك بتجلي أهدافك. لذلك عزيزي المستمع عليك أن تكون طبعا واعيا بأنك إذا فعلا أردت أن تغير شيئا في حياتك سوف تجد الكثير من العراقيل من هذه البندولات، فما عليك طبعا إلا الصبر وأن تدرك فعلا بأنها سوف تمنعك من أهدافك، لكن عليك أن تتحلى بالعزيمة والقوة لتصل لما تريد. والآن عزيزي المستمع مع تجلي الأهداف التي تحدثنا عليها في المرات الماضية، طبعا اليوم سوف نسمح فعلا لهدف رائع أن يتجلى اليوم في حياتنا. إذن فقط أغمض عينيك واسترح مع هذه الجلسة الرائعة، لكن قبل أن تنام لفترة قصيرة فقط فكر فيما تريد وقل أنا أسمح لهذا الهدف أن يتجلى اليوم في حياتي. ليلة طيبة، تصبحون على ألف خير. يوسف حسن.